صباح الخير، صباح النور، كصبحتوا لاباس عليكم، كيدايرين مع الصحة؟ نتمنى أنكم كاملين يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد، إن شاء الله يعجبكم. مهم هذا النهار أختي ديال الباكسة. مهم نهار تاني عيد، جاني ميساج على أن اليوم نهار 29 عندي الفاكسة في المشروع، في هذا الفتح جوج. ايوا المهم اختكم بارح، والله البنات لو واحد الحالة راه ما تبغيوهاش لعدوكم. انا في الاول ما كنتش خايفة وكنت مشجعة. ايما البنات قلت لكم في الاول ما كنتش خايفة، يعني عادي غنمشي ندير فاكسان بحالي بحال كاع الناس، ولكن البارح بقات كتداول بزاف الحوايج على الفاكسان ديال جونسون اند جونسون، هذه اللي خلعتني بزاف. وبقيت كنسولكم السلام، بقيت كنسول الناس واش مزيانه ما مزياناش، كل واحد شنو كيقول ليا. ايوا ها انتم معنا في هذا النهار هذا. مهم بنات، مهم بنات، وصلنا للفتح، يلا هبطنا. الطاكسيات ما كيدخلوش هنا، عشان داخلين من داك الكانطره وخايفين. قلت لكم البنات المهم حبس ماما ما عمرها جات، مي انا مع الترونسبور ديال الخدمه كنا كنجيو هنا نهزو الناس اللي خدامين معايا. قلت لكم البنات المهم في الاول ما كنتش خايفه، ولكن من بعد توترت البارح بزاف، حتى كنعيط لخالتي كنقول لها خالتي شنو ندير، واش نمشي ما نمشيش، شنو مع بخصوص منين سمعت ان ديك البنت مسكينه اللي ماتت دارت داك الله يرحمها مسكينه دارت الفاكسان ديال جونسون اند جونسون مسكينه وماتت، ولكن ديك البنت ماما لما سمعت انا كان عندها تخثر الدم وما كانتش عارفه. راه شحال من واحد كيكون مريض وما كيكونش عارف راسو انه راه مريض ولا فهمتي، واحد يدير فيزيته ايه هذاك الشيء، واحد ضروري خاصو قبل ما هذا تيشوف الطبيب يدير شي تحليله يعرف راسو واش ما عنده حتى شي حاجه عيان. ايوا البنات هذا الشيء اللي كاين، بقيت مخلوعه دابا قلت غادي نمشي الى لقيت استرازينيكا، ولكن سمعت انها ما بقاتش دابا حاليا، غادي الى لقيت سينوفارم راه غنديرها، لقيت شي حاجه اخرى طبيعه الحال نخرج ما غاديش نديرها، حيت صراحه ما مستعداش لشي حاجه فهمتوا. المهم انتم معانا دابا، حنا راه في الفتح قربنا للمستوصف اللي غادي ندير فيه الفاكسان، وانتم معانا والخوف هنايا. اه مع دابا عرفتي اول مره، دابا كان اول مره كنجي هنا على رجليك فهمتوا. ايوا هانتوما معانا. المهم البنات هذا هو المستوصف اللي جيت ليه، كاين هنايا في الفتح هو هذا. كيف ما العاده حنا في المغرب ما شفتش بلد واحد اخر اللي غتكون غيكون داك الشيء متقون. ها هما مصيفطين ليا ميساج على اساس جي نهار 29 في الصباح على حسب الفاكسان، جيت دابا كيقول لك عندنا غير واحد العدد ما خاصناش نفوتو 200 وشي حاجه ديال الناس. راه باقي ندير ول البارح وديال البارح 3 ايام ياك. سمعوني مزيان شنو كاين، تخيلوا معايا دابا ملي مشيت نعطيتو لا كارد قلت له راه عندي اليوم الفاكسان، داكشي قال لي لا صافي راه خدينا العدد اللي كاين. قلت له انا راه عندي اليوم الفاكسان كيفاش غادي كيف شنو كاين، قال لك نهار 2 ونرجع. قلت له انا عندي لا داس ديال اليوم، كيفاش غنرجع نهار 2 وغتقول لي لا انت فات على كل وقت ولا هذا؟ قال لي لا. ومني جيت نشوف الناس اللي كاينين دابا شادين النوبه 3 ايام وهما كيجيو باقي ما داروش الفاكسان، تخيلوا معايا 3 ايام وهما كيجيو وباقي ما داروش الفاكسان. ايوا سولت واحد هذا المقدم اللي قال لي صافي سالا، حيت كيكون المقدم عند الباب هو اللي كيقول لك زعما كيعطيك داك تعطيه لاكارت وداك. تخيلوا البنات المقدم هو اللي كيكون عند الباب هو اللي كتعطيه لاكارت وكيعطيك واحد الورقه باش كتشدي النوبه. قال لي لا صافي سالينا العدد ياك، وانا ما ثقتش بيه، قلت يمكن منكم كيبغاو يصدروا لواحد. ايوا سولت هذوك يا سولت هذاك كل لابس اللبسه الزيتيه خزيه، قال لي عندنا غير واحد العدد راه حنا خديناه. قلت له ديك الساعه من تمني كيصيفطوا الميساج يصيفطوا غير داك العدد، علاش غيصيفطوا لكثره الناس وفي الاخر ملي جينا كتاخذوا نتوما العدد اللي باقي، هذا العدد اللي خداو دابا ديال 3 ايام قبل يلاه خداوه.
قلت له دابا امتى نجي؟ قلت له واش نجي للاثنين؟ قال لي لا الاثنين غيكون عامر حيت ردينا ديال اليوم ردوهم للاثنين ياك. قلت له دابا امتى نجي؟ قال لي جيت على 10 ولا 11 في الشهر الجاي يعني شهر 8. قلت له ولا جيت وانا عندي لاداس ديال هذا النهار ومشيت عالت هذا 11 ولا 10 في شهر 8؟ قال لي لا. قال لي واخا جيت على 20 يوم ولا اكثر قال لي غديري الفاكسان ديالك. ايوا صافي هادشي اللي كاينه البنات. سمح لنا لا انا لا ماما باش نجيو هنايا بالخصوص ماما باقي عيانه وفي الاخر ها نتوما كتشوفوا. ايوا لا اله الا الله ماشي داكشي ماشي مضبوط 100%. ما كاينش النظام. هاد الناس دابا اللي جالسين دابا خداو داك شادين النوبه راه ما عندهمش لاداس ديال هاد النهار، عندهم لاداس ديال 3 ايام 4 ايام قبل ويلا غيديروا الفاكسان ديالهم. ولقيت واحد المره قالت لي دابا راك ردوني 3 ايام وقالوا لا سيري نهار 2 وكتجي حتى هي من بلاصه بعيده عطينا دير في هذا المستوصف هنايا. ايوا هادشي اللي كاين البنات والله العظيم. صافي سولت قلت له شمن فاكسان بعدا كيديروا هنايا باش زعما بالنسبه للناس اللي غايقولوا لي زعما باش نقول لكم راه مشينا بكري راه 8 حنا عندهم ولكن راه خداو غير دوك الناس بحال تقولوا اللي جاوا الاولين. اما الناس اللي جاوا من ورا 8 راه ما خداوش من عندهم لا كارت ناسيونال ديالهم يعني واخا مشيش بكري خداو هما داك العدد اللي جا الاول فقط وخداو دوك الناس اللي قبل يعني اللي ماشي عندهم نفس هاد لاداس ديال اليوم. خداو الناس اللي كانوا كيجيو قبل 3 ايام 4 ايام. ايوا هادشي اللي كاينه البنات. عاتوا الفقسه وحق الله ما كتبغيش سبحان الله عندنا مقاطعات ديالنا لا علاقه سبحان الله شي حوايج نتوما راكم عارفين وما الشركه تعيشوها البنات والله شي المقاطعات بغيت تقضي شي غرض دغيا وتجي خاصك تمشي مع السبعة ما تخرجي من المقاطعه حتى 11 ونص 12 ولا قضيتي الغرض. انت البارح مشيتي تجيبي ورقه قالك سيري على الورقه ديالك. مشينا نجيبوا الورقه ديال التنقل من العماله قالك لا خاصك هذا الورقه ديال التلقيح. ها انت مشيتي تلقحي كيقول لك لا سيري راه رجعي من دابا 10 ايام بحال دابا انا عطاني قال لي رجعي 10 ولا 11 يلا في شهر 8 راه زعما شي حوايج البنات فهمت سطا وحق الله العظيم. ايوا اللهم لك الحمد وصافي والله الواحد ما انا ما كنحاول اني ما نعصبش راسي ولكن كيبقى في الحال انك كتنوضي وتبغي تمشي تقضي داك الغرض تحيديه من غير المركب تبغي تطرقي عليك واحد المسمار ما كيخلوكش انك تقضي غرضك دغيا وتجي وهذا لا ضروري من الجرجير هذا هو المعنى. اخيرا وصلت للدار واخيرا رجعت للدار. صراحه عشي الحال سخون والجو سخون ما نقولش لكم على واحد الحاله اللهم لك الحمد الله يرحمنا برحمته صافي. ايوا هادو هذا هو نهارنا والله طيلا فايقه بكري وخرجت بكري من الدار باش نمشي زعما مثلا من الناس الاولين الساعه هما خداو دوك الناس لقيتهم صافي يعني هذاك البون او التيكيت اللي كتشدي به النوبه صافي العدد اللي عندهم نوامر صافي عطاوهم وعطاوهم الناس اللي عندهم العادات قبل يعني اللي كانوا خاصو يديروها قبل من 4 ايام 3 ايام هذه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. قلت له دابا انا امتى نرجع؟ المقدم قال لي رجعي نهار 2 وهذاك السيد الاخر قال لي لا مترجعي حتى داك البوليسي قال لي مترجعي حتى لهذا حتى 10 11 في الشهر 8. ايوا هادشي اللي كاين البنات. هادشي اللي كاين يعني من فوقي حيت اليوم فقس بكري وبارح ما نعش بكري. هادشي اللي كاين البنات. البارح والله العظيم دوزت واحد النهار عجيب. عشيت تليفون عيط لخالتي نعيط لخالتي الاخرى اشنو ندير انا خايفه كيقولوا لي غسيري لقيتي هذاك الفاكسان ديال امريكا رجعي ما ديريش لقيتي سينوفارم اولا استرازينيكا ديريها. الساعه هاد المستوصف اللي مشيت ليه اللي كاين في الفتح جوج كيديروا سولتهم قالوا لي كيديروا هما غير سينوفارم. هاد المستوصف اللي مشيت ليه هاد النهار سولتهم اش من فاكسان زعما كيديروا واش استرازينيكا بحق مبقاتش هادي اصلا اولا جونسون اند جونسون اولا سينوفارم قال لي بقات غير سينوفارم اللي كيديروا. ايوا ماشي مشكل قالت لي ماما صافي زيدي مابقيتش ترجعي عندهم تو كان يعيطوا لك هما الا بغاو.
ايوا هادشي اللي كاين البنات والله واحدين قالت لك 3 ايام حنا غاديين جايين واحد البنت قالت لي 3 ايام وحنا كنمشيو وكنجيو والله وهاد الناس كلهم اللي دابا دازوا هاد الصباح اللي غيدوزوا راه باقين ما دازوش وهاد مولاي 3 ايام قلت لك وقالوا لها سيري تطسيري 3 ايام ولا غادي تروح سيري ما داش مع هادو دازوا اليوم ايوا هادشي اللي كاين البنات تتقولوا لي انتوما شكون اللي دار الفاكسان شكون اللي ما داروش شكون اللي غيديروا شكون اللي ما غيديروش ايوا هادشي اللي كاين البنات والله دابا حتى ملي كنمشي بغينا ناخذ ورقه ديال التنقل واحد هكا السفر وداك الشيء قال لك حتى تجيبوا الورقه ديال الفاكسان ايوا هادشي اللي كاين اختي ماشي المقاطعه من العماله ايوا هادشي اللي كاين البنات تتقولوا لي انتوما شنو درتوا وشنو الراي ديالكم في هادشي اللي كاين دابا ديال الناس حيت انا البارح بقيت كنشوف لي غروب هكا فيسبوك والانستغرام الناس اللي تواصلوا معايا كل زعما الناس كاين اللي كيقول لك ديريها ما ديريهاش كيقول لك ديري هادي وما ديرش هادي يعني كيكونوا نصائح زوينين مع الناس وشكرا لكم كاملين على الناس اللي جاوا معايا في الانستغرام اللي خطيكم و تنتوما قولوا لي شنو الراي ديالكم فهاد الشيء اللي كاين دابا حيت بزاف الناس كيتخوفوا كاين اللي كيقول لك تشلل عليه نصو كاين اللي كيقول لك كيتحس بالتشنج في العضلات ديالو البنت اللي مسكينه توفات كاين الناس اللي كيقول لك كيلقاو كيحسوا بشي اعراض من بعد الفاكسين كاين الناس ثاني اللي كتوهم بقوه الخوف اللي كتخاف بحال كتوهم ايوا هاد الشيء اللي كاين البنات تنشوف واش مازال غنمشي اولا لا ما عرفتش دابا هما قالوا لي حتى ل 10 ولا 11 ايوا عاد نقول لكم شنو كاين وتنتوما تهلاو ليا فريوسكم وخليو ليا الاراء ديالكم في لي كومونتير بزوات لكم كاملين ونخليكم على خير دمتم في رعايه الله نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.